الرحيم. النهارده باذن الله هنشتغل تطبيق عملي في المعمل على مخلوط الاسيد والفينول اللي احنا شرحناه في السكيما اللي فاتت. دلوقتي انا اول حاجه عندي ان انا بجيب المخلوط بتاعي وهو سوليد، ده بينري ميكشر طبعا، يعني مخلوط ثنائي سوليد. ببتدي اول حاجه اشوف ايه الاحتمالات الموجوده عندي. عندي اربع احتمالات. الاحتمال الاولاني احنا عملنا الاكسكلوشن اللي هو عباره عن الفاتيك اسيد وايه والصلب والفينا، واعتمدنا ان احنا عندنا ثلاث احتمالات تانيين، اما ان المخلوط بتاعي دوت قبل ما اشتغل عليه يا اما يكون الفاتيك اسيد وانصلب الفينا، يا اما يكون اروماتيك اسيد وصلب الفينول، يا اما يكون اروماتيك اسيد وانصلب الفينول. عشان اعرف هبتدي اعمل سكيما للتعرف على الاحتمال. في البدايه خالص بجيب المخلوط بتاعي، ببتدي احط عليه كميه من الميه تناسب كميته، اقلب بحيث ان انا لو معايا المخلوط رقم 2 او رقم 3 عندي فيهم حاجه بتدوب. لو معايا المخلوط رقم 2 يبقى هيكون الاليفاتيك اسيد هو اللي بيدوب عندي والصلب الفينول ما بيدوبش. لو عندي المخلوط رقم 3 يبقى عندي الصلب الفينول هي اللي بتدوب والاروماتيك اسيد ما بيدوبش. لو عندي المخلوط رقم 4 يبقى ما فيش حاجه منهم، هما الاثنين ايه هتدوب. بفضل اقلب حوالي 5 دقائق علشان اتاكد ان كل الكميه دابت. وطبعا زي ما احنا عارفين ما ينفعش ان انا احط كميه كبيره من الميه، يعني انا حطيت كميه من الميه مناسبه لكميه المخلوط، ما اقدرش احكمها لك، ما اقدرش اقول لك حط بالظبط 50 مللي، 100 مللي، 200 مللي، 20 مللي، ما اقدرش. ليه؟ لان دي بتتوقف على كميه المخلوط اللي مع حضرتك او اللي حضرتك مستخدمه. انت تحط كميه مناسبه بحيث ان لو في حاجه بتدوب ما تكونش مخففه، ما تبقاش ضغط على ميه كتير فبالتالي تكون ايه؟ خففتها. طيب. انا كملت دلوقتي، هنا انا كملت عمليه التقليب باستمرار لمده حوالي 5 دقائق. بعد كده ببتدي اسيبه يحصل له سيتلينج. الحاجه اللي دابت يحصل لها سيتلينج، والحاجه اللي اسف اللي ما دابتش يحصل لها سيتلينج، والحاجه اللي دابت يبقى المحلول بتاعها كلير. ليه؟ عشان اوصل لمرحله السوبر نيتانت. احنا قلنا السوبر نيتن هو المحلول اللي موجود معاه حاجه مش دايبه فيه، يعني هو عباره عن سائل اللي هو الميه. طيب دايب فيه حاجه، لو هو معايا المخلوط رقم 2 يبقى دايب فيه الفاتيك اسيد، معايا المخلوط رقم 3 يبقى دايب فيه صلب الفينول، معايا المخلوط رقم 4 يبقى دايب فيه تريسز من الاروماتيك اسيد والصلب الفينول، ولكن اغلبيتهم مش دايبين، فبقول ان هو ما فيهوش حاجه تقريبا، هو عباره عن الميه. تمام؟ بس معاه حاجه مش دايبه، في الثلاثه هيكون في حاجه مش دايبه، يا اما الانسولوب الفينول في المخلوط رقم 2، يا اما الاروماتيك اسيد في المخلوط رقم 3، يا اما الاثنين الاروماتيك اسيد والانسولوب الفينول في المخلوط رقم 4. فانا دلوقتي عندي سوليوشن ومعايا حاجه مش دايبه فيه، هاخد جزء من هذا السوليوشن اللي احنا بنسميه سوبر نيتن، هاخد جزء من السوبر نيتن ما يكونش فيه معاه اي راسب. وابتدي احطه في انبوبه اختبار. تمام؟ ما يكونش فيه اي حاجه مش دايبه. طبعا ال في بابلز شويه بتكون من الميه، ولكن ما فيش اي راسب عندي موجود جوه السوليوشن زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده بضيف كربونات الصوديوم عليه عشان اشوف هو الاحتمال رقم 2 ولا لا. بصيت هنا لقيت في عندي حصل فوران بيرتفع في اتجاه فوهة الأنبوبة. معنى كده ايه؟ معنى كده ان اللي معايا دوت يعتبر أليفاتيك أسيد. واضحة تماما اهي. معنى كده ان السوبر نيتنت عندي هو عبارة عن محلول الأليفاتيك أسيد. يبقى معنى كده ان انا المخلوط اللي معايا هو المخلوط رقم 2. تمام؟ هدلو الأب. طيب انا دلوقتي اتأكدت ان انا معايا المخلوط رقم 2. بالتالي انا عندي الفاتيك اسيد وانسولوب الفينول وعليه، فالمفروض ان انا دلوقتي هدخل في عمليه السيباريشن. السيباريشن عندي هتتم بصوره سهله جدا نظرا لان انا عندي حاجه دايبه وحاجه مش دايبه. الحاجه اللي دايبه الالفاتيك اسيد والحاجه اللي مش دايبه الانسولوب الفينول. هبتدي ان انا اجهز سيستم الترشيح بتاعي اللي هو عباره عن ورق الترشيح، عباره عن ورق الترشيح، عباره عن قمع زجاجي، عباره عن ايه؟ عباره عن كونيكال فلاسك او دروع مخروطي.
اول حاجه بنعملها ان انا بخلي الوسط ده هوموجينيوس. ازاي؟ ان انا اخليه كويك فيت مع بعضه، اخلي الورقه تاخد شكل الام، ان انا اعمل لها حاجه اسمها فولدنج او فلاتنج. هي عباره عن دايره بتنيها بخليها نص دايره وبعد كده ربع دايره. طبعا هي حجمها قطرها مش كبير، وعشان كده ما ينفعش او لا يفضل ان انا ايه اتنيها اكتر من كده، لكن لو الورقه كبيره ممكن اتنيها اكتر، وكل ما تتنى اكتر وتعمل فولدنج اكتر كل ما يديك كفاءه في عمليه الجرافيتي فلتريشن او الفلتره بواسطه الجاذبيه. بحطها جوه القمع بتاعي، لو هي مش فيتد لو مش متثبته اقدر اثبتها بقطرات من الميه، لكن هي عندي هنا متثبته فابتدي على طول عمليه الفلتريشن. هبتدي اعمل رج مستمر وابتدي ان انا ايه افلتر. طبعا انا عندي المحلول بتاعي هنا يعتبر كونسنتريتد وباينه من الشكل، ويفضل ان انت حضرتك تخليه كده. ليه بقى؟ علشان اتاكد تماما ان انا عندي محلول الحمض الالفاتي مركز، عشان يديني في تجربه كلوريد الكالسيوم وفي تجربه ايه دينجز. احنا دلوقتي خلصنا عملية الفلتريشن، اصبح عندي عشان الوقت الراسب موجود فوق اللي هو الانسولوبل الفينول، تمام، انا لسه معرفش هو ايه، وعندي الفلتريت تحت اللي هو ايه اللي هو الاليفاتيك اسيد او محلول الاليفاتيك اسيد. دلوقتي انا ابتدي بالتعرف على محلول الحمض الاليفاتي. هبتدي هاخد جزء منه وحطه في أنبوبة اختبار، ابتدي احط عليه قطرات من كاشف كلوريد الكالسيوم. زي ما احنا شايفين قدامنا بدأ يتحول الى ايه عكارة بيضة، بتتحول بتبتدي بعكارة بيضة بتتحول الى رصب ابيض تقيل في الحال وايت بي بي تي immediately on cold. ده معناه ان هو ايه ان هو بيقول لنا ان هو اوكزاليك اسيد، تمام. طيب انا دلوقتي عاوز اتأكد ان هو اوكزاليك اسيد، هعمل له اختبار دينجز. طيب هاخد شوية منه تاني من محلول الحمض الأليفاتي اللي هو الفلتريت، وابتدي احط عليه قطرات من كاشف دينجز واحد. بصيت لقيت ايه عندي؟ بدأ برضو يتحول الى عكارة بيضة تقيلة، يعني هو المحلول من البداية كان كلير سوليوشن، اتحول الى عكارة بيضة، اتحولت الى راسب ابيض تقيل برضو على البارد في الحال بعد اضافة ايه كاشف دينجز واحد. يبقى ده معناه ان دوت ايه ان اللي عندي دوت حمض الاوكزاليك. كده يبقى انا اتعرفت على ايه على الحمض الاليفاتي. اجي بقى لتجربه الانسولوبل فينول، هبتدي ان انا اعمل له تجربه الازودايل للتعرف على ايه على الانسولوبل فينول. انا عندي الشق الثاني اللي هو الانسولوبل فينول، هتعرف عليه بوسط تجربه ايه تجربه الازودايل. تجربه الازودايل ديت عشان اعملها ببساطه يبقى عندي 3 انابيب مرقمه 1 2 3. طبعا الانابيب بيكونوا جافين تماما. باجي في اول انبوبه بضيف كاشف
او مركب اسمه انيلين هيدروكلورايد مذاب في الميه، بدوبه في ميه لان هو عباره عن سولت بيدوب تماما في الميه. دي الانبوبه الاولى. طيب لو ما عنديش انيلين هيدروكلورايد ادوبه في ميه، بجيب انيلين سائل و HCl اللي هما المتاحين عندي في المعمل، وابتدي اخلطهم بحيث زي ما احنا قلنا بواسطة الاسيد بيس تيتريشن عشان اوصل ان يكون مديني وسط ايه، وسط حامضي. تمام، دي الانبوبة رقم ايه، رقم واحد. الانبوبة رقم اتنين عندي بيكون فيها نيتريت الصوديوم. نيتريت الصوديوم ده سولت برضو بدوبه في ميه، ولازم يكون فريشلي بريبيرد زي الانبوبه رقم واحد بالظبط. هما لازم هما الاثنين يكونوا فريشلي بريبيرد، يعني لسه محضرهم حالا. واحنا قلنا الانبوبه الثانيه لازم اكون محضرها حالا علشان ان بيحصل اكسده لحمض النيتراس اللي بينتج نتيجه تفاعل نيتريت الصوديوم مع الميه، بينتج حمض النيتراس. حمض النيتراس ده بيحصل له اكسده لو انا محضر نيتريت الصوديوم بقالي فتره، فانا لازم يفضل ان انا اكون ايه، لسه مذوبها حالا في الميه. بعد كده اضيف في الانبوبه الثانيه كميه منها. باجي في الانبوبه الثالثه والاخيره عندي باخد الراسب بتاعي وباخده من جوه، من جوه ورقه الترشيح. اللي مش هيعرف ممكن ان هو ايه، يحاول يفتح ورقه الترشيح ويضيف منها، وابتدي اعمل له ابتدي اخبط كده على الانبوبه عشان انزل كل الكميه بتاعت الراسب بتاعي ايه تحت. طيب بجيب الراسب بتاعي اللي هو الانسولوبل فينول، وابتدي اضيف عليه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم. طبعا بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم اقدر ان انا انزل اي كمية عندي من الانسولوبل فينول لسه موجودة بواسطة هيدروكسيد الصوديوم. اقدر انزل اي كمية عندي موجودة لسه على الجدار من فوق من البيتا نفسه. طيب وبعد كده بعمل ايه؟ هل البيتا نفسه هتدوب بسهولة في محلول هيدروكسيد الصوديوم؟ لا، هتاخد شوية وقت ولكنها هتدوب. هفضل ارج لمدة 3 او 4 او 5 دقايق وممكن ان انا اضيف كمية كمان من هيدروكسيد الصوديوم لحد ما ايه، لحد ما تدوب. بعد ما تم ذوبانها ضفت لها كمية كمان من هيدروكسيد الصوديوم، وده بالتمام بعد حوالي رج لمدة 4 او 5 دقايق. دلوقتي انا عندي الثلاث انابيب اصبحوا جاهزين، واحد واثنين وثلاثة أصبحوا جاهزين تماما. ببتدي إن أنا أربطهم بواسطة أستك مثلا أو حاجة، وابتدي إن أنا إيه، أحطهم تحت سطح الماء البارد بحيث إن المية الباردة تبقى مغطية السطح بتاع المحاليل، يعني مستوى الماء داخل البيكر دوت المية الباردة دي يكون ايه؟ يكون أعلى من مستوى المحاليل اللي موجودة داخل الأنابيب. طيب أسيبها لمدة قد إيه؟ أسيبها لمدة من 10 دقايق إلى ربع ساعة. عندي هنا بعد انتهاء الربع ساعة بجيب أشيل الأستك بتاعي وباجي أضيف محتويات الأنبوبة واحد على اثنين تدريجيا. لازم بعد ما أضيف الأنبوبة واحد على اثنين يظهر لون عندي مخدر أو أصفر مخدر. بصوا اللون اللي معايا دوت ده لون إيه؟ أصفر مخدر. ده كده يدل على ان انا ماشي صح او شغال صح. لو طلع عندك لون اصفر مخدر بعد ما تضيف الانبوبه واحد على اثنين وانت بتعمل ازودايل للفينولات، يبقى انت كده ماشي مظبوط وتمام و100 100. بعد كده بجيب محتويات الخليط بتاعي واضيفه على الانبوبه رقم 3.
تدريجيا برضه. بصوا معايا الشكل اللي طلع ده، ده داي ازو داي. طب والازو داي دي لونها ايه؟ لونها سكارلت ريد، ممكن تقول عليه اورنج ريد، ممكن تقول عليه اورنج، يعني كلها مقبوله، كل الالوان دي مقبوله. المهم ان هي تبقى في درجه بين الاورنج والريد او واحده منهما، يعني اورنج يا ريد كده يبقى تقدر تقول عليه وهو انسولوبل الفينول ان هو ايه، ان هو بيتا نفسه. يبقى كده المخلوط بتاعي يعتبر ايه؟ اوكزاليك وبيتا نفسه. الاوكزاليك اداني مع تجربه كالسيوم كلورايد ودينجز راس ابيض على البارد، والبيتا نفسه اللي اداني مع تجربه الازو داي داي لونها سكارلت ريد او احمر قرمزي او احمر برتقالي.